مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او ساده اعمال مميزه. رحبوا معنا اليوم بمستر وائل العزب، صاحب شركه ركا فروتس. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك يا فندم، نورت البرنامج. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. مستر وائل، حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بدات تاسيس الشركه الخاصه بك؟ والله احنا شركه، انا اسمي وائل العزب، وعندنا شركه تصدير للحصلات الزراعيه في مصر، وعملنا تصدير قبل كده شحنات كتير لاوروبا وروسيا، لكن قابلتنا شويه مشاكل وعوائق هناك، ففكرنا ان احنا نفتح في الامارات سوق جديد وواسع، لان الامارات بتتميز الحقيقه بموقعها في وسط دول الخليج والدول المحيطه بها زي الهند واغلب الدول الاخرى زي ماليزيا، سنغافوره، تايلاند. لكن الحقيقه ان احنا الحمد لله قدرنا نفتح سوق كويس في الامارات والدول المحيطه بها في الخليج والهند حتى الان لحصلاتنا الزراعيه اللي احنا بنستوردها من مصر خصيصا ومن بعض الدول الافريقيه، في مواسمها، يعني بحيث انها تكون طازجه وفريش. نعم، ما شاء الله. مستر وائل، حابين نعرف اكتر عن الخدمات او المنتجات اللي بتقدمها هنا في ركا فروتس. هي احنا بنقدم كل جميع انواع الفاكهه والخضروات خاصه المصريه في مواسمها طبعا، بحيث انها تكون طازجه وفريش، وبيبقى معظمها من مزارعنا في مصر. وما يميز يميزنا هنا كشركه في وسط سوق كبير زي سوق الامارات اللي هو في منافسه عاليه جدا، لانه الحقيقه ما بيدخلش الامارات غير كل شيء جيد جدا، فاحنا كنا حابين نتميز اكتر بان احنا بنراعي وبنتابع وبنراقب كل منتجاتنا من اول يوم زراعه في مصر، سواء كانت مزارعنا او مزارع احنا مأجرينها او بناخد محاصيلها، بنتابعها من اليوم الاول. والحال الحمد لله لغايه دلوقتي اثبتنا كفاءه واثبتنا ان احنا يعني نقدر ننافس هنا في سوق الامارات، والحمد لله يعني. ما شاء الله. مستر وائل، حابين نعرف عن نظرتك المستقبليه. والله حضرتك انا بما ان احنا حققنا الحمد لله نجاح هنا في دوله الامارات، بدانا نفكر ان احنا نفتح مصنع للعصير، بس للعصير الفريش الطازج اللي هو يوميا بيتبدل من على الارفف في السوبر ماركت وما الى ذلك. وبرضه بدانا نتناقش مع الار تي اي عشان ناخد زي بارتيشن صغيره في بعض المحطات عشان نقدر نوزع في منتجاتنا بخلاف توزيعنا على السوبر ماركت وفي الامارات وفي دول الخليج ان شاء الله. ما شاء الله، اتمنى لك كل التوفيق والنجاح مستر وائل. شكرا لحضرتك، متشكر جدا. مستر وائل، طبعا احنا في افضل بلد هنا بالامارات، موجود نعمه الامن والامان لكل الوافدين والمستثمرين هنا بالامارات طبعا. ازاي ده قدر يساعد مستر وائل ان هو يستثمر بالامارات؟ والله عند حضرتك حق تماما، لان انا يعني سافرت اغلب دول العالم بحكم شغلي وما لقيتش فعلا، ودي حقيقه، بلد امن من الامارات وعموما ودبي خصيصا. لك ان تتخيل حضرتك انا لما بسافر او بخرج انا ممكن اسيب باب شقتي يعني مقفول كده من غير مفتاح، يعني لاني مطمن جدا. نعم. ان مش ممكن حاجه لا تضيع منه ولا حد يقدر يهرب ناحيته، وبالتالي ده نفس الموضوع في الشغل. فالحقيقه ان بيئه العمل في الامارات وبيئه الحياه والمعيشه امنه جدا، وانا حتى مش بس في الاعمال، انا حتى ما بين مع اسرتي ببقى مطمن جدا ان بنتي هنا عندها 16 سنه بتخرج بتروح ومع اصحابها لوحدها، وانا مطمن عليها مليون في المية. وزي ما قال الشيخ محمد بن راشد قبل كده في تويتر، ان اذا انت وجدت امراه بتخرج في الشوارع 24 ساعه في امان، اذا هي في الامارات، ودي حقيقه فعلا. نعم. وبشوفها بعيني، سواء كنت راجع متاخر من شغل او من عند الاهل او الاصدقاء، بشوف ان الستات فعلا ماشيه في قمه الامان هنا في دبي وفي الامارات كلها،
وفعلا انا يعني بشكر كل قادة وحكام الامارات على نعمة الامن والامان اللي احنا عايشين فيها هنا، سواء كانت في بيئة الاعمال او في الحياة العادية خالص بين اهلنا وبين اصدقائنا واصحابنا وفي كل تحركاتنا في الامارات. وبشكر برضو بالمناسبة لو تسمحوا لي حاجة بتعملها الامارات معانا محسسانا ان احنا من اولادهم وما احناش ضيوف عليهم، ده احنا منهم فعلا. لما بسافر اي حتة في الدنيا وباجي بعد اللاندنج افتح التليفون بلاقي الحكومة او دولة الامارات بتقول لي الحمد لله على السلامة في الدولة اللي انت فيها، ولو عندك اي مشكلة تقدر تكلمنا على الرقم الفلانية. والكلام ده حتى بيحصل لو في بلدي نفسها، بلدي الام. نعم. فشكرا لدولة الامارات وشكرا لحكامها وقادتها وشعبها جميعا. واحنا بنتشكرك كتير مستر وائل. بالاخير حابين نقول للسادة المشاهدين ازاي يتواصلوا مع راقة فلوس. تواصل مع راقة فلوس من خلال الويب سايت راقة فلوس.com، وارقام التليفونات وكل انواع السوشيال ميديا موجودة على الويب سايت بتاعنا. وبالنسبة لفرعنا ده طبعا التواصل هيتم عن طريق فرعنا اللي هو الرئيسي في سوق العوير في منطقة فريش ماركت كولد ستور رقم 29. اما بالنسبة للعصير ان شاء الله بنحصل باذن الله في فترة قصيرة على علامة الجودة الاماراتية، ومجرد ما ده يحصل منتجاتنا من العصير ان شاء الله هتكون موجودة في الاسواق باذن الله. ان شاء الله. نتشكرك بالاخير مستر وائل، بنتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح ان شاء الله بالمستقبل. شكرا. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.